السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم قناه فارس منهاتن من المدينه الثقافيه ايام قرطاج السينمائيه دار الاستثنائيه 23 ديسمبر 2020 حفل الاختتام. معكم نوسا عزيزي الصحفيه القديره. نوسا قدمنا روحك. اسلم نوسا عزيزي اعلاميه ولست بصحفيه، اعلاميه. اوكي وي اعلاميه إعلامية وحلوة برشا باللباس التقليدي التونسي. قول لنا عزيزتي شنو انطباعاتك على الأيام هذيا؟ أيام قرطاج السينمائية الاستثنائية. يعطيك الصحة، هي أكيد استثنائية ونحن سميناها دورة التحدي على خاطر جات في ظروف ياسر قاسية. كنا خايفين من الكورونا كما تشوف من العباد ما يسلموش على بعضهم، كنا ملتزمين بالبافيت، نحكي هذا حتى قام نحي البافيت تلقى اللي واقفة معاها اللبس بافيت. أنا بافيت في يدي باش نحكي معاك. وأسورتي على روبا نتاعك. فوالا بالنسبة لي أنا نشوفها دورة ناجحة. علاش؟ على خاطر جات في ظروف ياسر قاسية وتحدي الكورونا وثبتنا في البلاد هذيا نحن نعيشوا بالفن، نعيشوا بالثقافه، ولازم يكون عندنا مهرجان. برافو، يعطيك الصحه. فوالا فيير ديتر تونيزيان. اكيد موسي. اسمعني نوسا، فما سؤال نحب نعرف انا، اسكو الصحافه الاعلام وسائل الاعلام تنجم تنجح فيلم ولا تفشل فيلم؟ والله الزوز وهي راهي تنجم يتنجح يتفشل، اما انت والفيلم كان فيلم ناجح بطبيعته رغم الكائدين باش ينجح. فوالا يعني هو بطبيعته يعني فيلم يعني مردود، ونقولوا نحن قليل شو نقولوش فيش الخطر، وراه يجيب تكنيك خدمة، وراه منتجين، وراه مخرج، وراه ستاف كامل، ما يجيش نقولوا فيلم فيش حتى تقدير المجهودات هما. فهمتك. ونقولوا ما حداش حظه دونك مش باش دونك الصحافة عندها دور. عندكش وي تفضل. مش حكيت الصحافة عندها دور، حكيت هي المشاهدين، يعني أنت المشاهد، نحن الصحفيين يعني منين يعني نجيبوا كلامنا ومنين نجيبوا يعني ردة فعلنا، سوى اللي يعني يعبر بالصورة ولا يعبر يعني بالسلوك بالكتيبة، شنو من رد الجمهور. أنت جمهور أني هو الحاجة تلقاها الدور، نحن ديجا توا كل شيء منشور عندنا على الروزو سوسيو. لكن الصحافة هي اللي توصل الفيلم للجمهور. أكيد نحن ديجا سناب، باش تمشي أنت بدورة سناب راه ما فماش بيبيسيتي جمعة، يعني ما عندناش حتى بانور يعني يوحي يعني في شارعنا الكبير اللي هو شارع حبيب بورقيبة، اللي هو فما أيام قرطاج السينمائية. صحيح. يعني بركا نحن كما نقولوا وصلنا المعلومات بالجهد اللي عندنا، خاطر تسمى دورة راهي ما فيهاش فلوس، ونعاود هيك هي دورة التحدي، وعندي أنا اللي شاركوا الكل سوى 6 الأفلام الجدد وأنا اللي عاودناهم لقدم، وهي دورة ناجحة 100%. يعطيك الصحة، بارك الله فيك على التفاؤل اللي هو في محله. نشكرك من قناة فارس منهاتن، فهمت؟ وإلى اللقاء عزيزتي. بسلامة. بسلامة.